السلام عليكم طلاب الصف الرابع العلمي، درس جديد بعد أخذنا المعادلات الأسية. راح نتوصل إلى موضوع اسمه الجذور والعمليات عليها. الجذور والعمليات عليها. إذن هناك عدة أنواع من الجذور، لاحظ الأمثلة التالية. لاحظ الأمثلة التالية. هناك عدة أنواع من الجذور لا يمكن إيجاد قيمتها، بصورة مضبوطة. كنا نجدها بطريقة تقريبية. من أمثلة هذه الجذور مثلا الجذر التربيعي للعدد 2، الجذر التكعيبي للعدد 10، الجذر الخامس للعدد مثلا 61، وتسمى بالجذور الصماء. هاي الفكرة الأولى. إذا هناك جذور متعددة، الفكرة ما تدرس بالضبط هي أنه أعداد، حتى لو حللناها ما نحصل جذور إلها، نقدر نحصلها بصورة تقريبية وليست بالصورة المضبوطة، فسميناها بالجذور الصماء مع اختلاف درجاتهم، الجذر التربيعي، الجذر التكعيبي، والجذر الخامس، وهكذا. ما هي العمليات على الجذور وكيفية الاستفادة منها؟ نجي إلى خواص الجذور. خواص الجذور، الخاصية رقم 1، الجذر النوني، للإكس في واي يساوي لنا الجذر النوني للأول نضرب في الجذر النوني للعدد الثاني، خاصية توزيعية الضرب بالنسبة للجذور. ثانيا الخاصية رقم 2، أيضا نفس الفكرة بس بعملية القسمة، الجذر النوني للعدد مكون من بسط ومقام عدد نسبي يساوي جذر البسط، الجذر النوني للبسط على الجذر النوني للمقام بشرط أن المقام يكون لا يساوي صفرا. إذا يساوي صفر ما نستفاد من عملية التجزئة. كل واحد من ذلك الخاصيتين نأخذ عليها مثال للتوضيح. أمثلة بسط ما يأتي، الجذر السادس للعدد 12 مضروبة في الجذر السادس للعدد 6. كيف يكون الحل؟ راح يكون الحل بالشكل التالي، أطبق عليه الخواص. طالب يفكر بالتحليل، هنا لا تنسى جذر سادس، أرجع للخاصية هنا، أقدر أكتبه العمل وهنا، والعكس صحيح. هذه الخاصية أيضا العكس صحيح، يعني معناه نقدر نشتغل عليها باتجاهين. كذلك الخاصية الثانية أيضا العكس صحيح، حتى نستفاد منها في تبسيط المقادير الجبرية. هذه الخاصية راح يكون الحل بالشكل التالي، يساوي الجذر السادس للعدد 12 مضروبة في 6. لاحظ عددين رجعت بالاتجاه المعاكس أضربهم، ويساوي الناتج الجذر السادس 6 في 12 72. هاي الفكرة الأولى. بعدين نطبقها على أعداد أخرى كيفية الاستفادة منها، المهم نطبق القاعدة بالشكل الصحيح. مثال آخر، خلي يكون هذا المثال الأول. المثال الثاني، الجذر الرابع للعدد 3 مضروب في الجذر الرابع للعدد 5 مضروب في الجذر الرابع للإكس تكعيب
ثلاثة أعداد. طالب يسأل هنا هذه الخاصية تطبق على عددين؟ لا، تطبق على عددين فما فوق. كيفية الاستفادة وتبسط المقدار؟ الحل راح يكون بالشكل التالي. الحل أطبق الخاصية بالترتيب التالي، راح الناتج يساوي الجذر الرابع، لاحظ كلهم تحت جذر واحد، اللي هم 3 مضروبة في 5 مضروبة في اكس تكعيب. أعيد العملية بالعكس ويساوي الناتج الأخير، ويساوي عملية مساواة الجذر الرابع 3 في 5 15 اكس تكعيب. المهم بسطنا الناتج باستخدام الخواص، يعني يجب أن تطبق الخواص، ما يصير الحل اسم الموضوع خواص الموضوع ويكون الحل بطريقة مغايرة. مثال آخر، كيفية الاستفادة أيضا طالب يسأل، لحد الآن ما استفادين فقط تطبيق مباشر. المثال الآخر رقم 3، جذر 21 خط على جذر العدد 7. طلب من عندي أنا أبسط هذا الناتج. لحد الآن احنا ما ماخذين مرافق العدد، استفاد من هذه الخاصية بعد الحصول على قواعد أخرى يمكن حل السؤال بأكثر من طريقة ومن قواعد الكتاب. الفكرة الأولى هنا راح الناتج يساوي الحل السؤال، أخليهم تحت جذر واحد بهذا الشكل وأكتب 21 على 7، أعكس العملية. لاحظ كيف العملية أشتغل بالاتجاه المعاكس، أقدر أختصر بين البسط والمقام، راح أحصل الناتج هنا، هاي بها 3 يصير ناتج جذر 3 بهذا الترتيب. هاي الفكرة الأولى، استخدمنا الخاصية. إذا استخدمنا عامل منسب راح يكون عندنا طريق آخر، هذا السؤال يحل بطريقتين، يمكن حل السؤال بطريقتين. بعد أن نأخذ خواص العامل المنسب راح نستفاد من هذا الموضوع. إذن هناك درجات للجذور بنفس الوقت من خلال حلنا لهذه الأمثلة. هل يمكن ترتيب الجذور؟ نعم. كيفية ترتيب الجذور؟ بعد الاستفادة من خواص الجذور، مثالين بسيطات، بقية الملاحظات أوضحها من خلال الأمثلة والتمارين الإضافية. رتب الجذور التالية، رتب الجذور التالية تصاعديا. إذن عندنا هنا موضوع الجذور وعندنا ترتيب تصاعدي في نفس الوقت، هو الجذر السادس للعدد 140 47، الجذر التربيعي، الجذر التربيعي للعدد 12، خلي يكون جذر التكعيب للعدد 12، الجذر التربيعي للعدد 5 بهذا الشكل. مطلوب من عندي أرتب هذه الجذور ترتيبا تصاعديا مع اختلاف درجات الجذر. الطالب هنا يسأل ما هي الملاحظة الأولى في هذا الموضوع؟ الطالب راح يتعرف على درجة الجذر، مو المهم أرتبهن ترتيب تقريبي، هذا ليس العمل صحيحا. راح يكون الحل بالشكل التالي، الحل السؤال، راح نعطي هذه الجذور درجة واحدة. إذا الفكرة الأولى في هذا الموضوع أكتبها هنا بالمسودة، فكرة الموضوع، فكرة الموضوع هي توحيد درجات الجذور. إذن هنا درجة الجذر يجب أن نتعرف عليها، هذا من الجذر السادس، هذا من الجذر التكعيبي، هذا الجذر التربيعي وهكذا. نجي للمثال، الجذر الأول هو أعلى درجة يبقى نفسه، فالجذر السادس للعدد 140 47 هو العدد نفسه لأنه هو أعلى درجة. العدد الآخر الجذر التكعيبي للعدد 12، الناتج يساوي، الملاحظة هي نقسم الأس على درجنا، نقسم درجات الجذر الأعلى على الأقل بهذا الشكل، عملية تقسيم. راح يصير أيضا من نفس الدرجة الجذر السادس، صورة العدد راح تتغير، العدد هو 12 أقسم 6
تقسيم 3 بها 2 فنعطيها هنا للأس. راح نعطي صورة ثانية العدد ويساوي أن الجذر السادس للعدد 12 تربيع 144. لاحظ بهذا الترتيب الفكرة مالتنا نوحد درجات الجذور، هذا من الدرجة السادسة، هذا من الدرجة الثالثة أو الجذر التكعيبي. أقسم الأس الدرجة هذه، أقسم درجة هذا الجذر على هذا الجذر وأنطيها علما للعدد، أنطي صورة أخرى. ننتقل للعدد الآخر أيضا، الجذر التربيعي للعدد 5. هاي هنا أكتب 2 حتى الطالب يعرف أن الجذر التربيعي، وراح أقسم أيضا 6 هاي اللي موجودة هنا على هذا التقسيم. أعطي صورة أخرى لهذا الجذر، راح يصير الجذر السادس جذور موحدة من درجة واحدة. لاحظ العدد 5 صار عندنا 6 تقسيم 2 بها 3، أعطى صورة أخرى للعدد ويساوي أن الجذر السادس للعدد 5 تكعيب 125. إذن يمكن المقارنة بين الأعداد أو بين الجذور لأنها من درجة واحدة بهذا الشكل، درجة الجذر واحدة حتى نعرف من العدد الأكبر ومن العدد الأصغر من خلال التحليل أو عمليات التبسيط. نوع الترتيب ترتيب تصاعدي. الترتيب التصاعدي يبدأ من العدد الصغير إلى العدد الكبير. ترتيب تصاعدي راح يكون بالشكل التالي، يساوي من هو أصغر الأعداد؟ عندنا 125، عندنا 144، عندنا 147. أول مرة نرتب الصور الموحدة، صار عندنا الجذر السادس للعدد 125، هذا هو العدد الأصغر. يليه الجذر الآخر، الجذر السادس للعدد 144. العدد الأخير الجذر السادس عدد 147. هذه ترتيب صور العناصر أو صور الأعداد، هذه صور العناصر أو صور الأعداد. ثم يجي ترتيب الصور الأصلية، ترتيب الصور الأصلية. أرجع كل عدد إلى أصله، راح يكون الناتج بالشكل التالي. هذا العدد الأول أصله الجذر التربيعي للعدد 5 فارس. هذا العدد الثاني هو الجذر التكعيبي للعدد 12. لاحظ. ثم العدد الأخير اللي هو الجذر السادس للعدد 140 47. فكرة الموضوع هي توحيد درجات الجذور، أما الترتيب فالترتيب التصاعدي والترتيب التنازلي مر على الطالب في أكثر من مرحلة. الطالب هل يقول نكتفي بمثال واحد؟ هل توجد أمثلة أخرى؟ نعم، نقدر نرتب أمثلة إضافية. لاحظ المثال الآخر، المدرس عليه أن لا يكتفي بمثال واحد، موجودة فكرة الموضوع يختار لنا أمثلة أخرى. مثل الجذر الثامن، الجذر الثامن للعدد 45، الجذر الرابع للعدد 3 وراء، الجذر التربيعي للعدد 2. مطلوب عندنا ترتيب تنازلي. مثلا رتب تصاعديا الأعداد التالية. نفس الفكرة، نأخذ كل عدد، أعلى درجة جذر هي 8، فالعدد الأول يبقى نفسه، الجذر التربيعي أو الجذر الثامن للعدد 45 يساوي أن الجذر الثامن للعدد 45 نفسه. ننتقل للمثال العدد الآخر، العدد الآخر هو الجذر الرابع للعدد 3. نقسم الأس، لاحظ درجة الجذر الأول على درجة الجذر الأقل، 8 تقسيم 4 بها 2 راح الناتج عندنا 3 تربيع تحت الجذر الثامن، نفس العدد بصورة أخرى. أبسط هذا الناتج، راح يصير عندنا الجذر الثامن للعدد 3 تربيع 9، هذه صورة العدد.
ناخذ العدد الآخر، الجذر التربيعي للعدد 2، أيضا نقسم بهذا الشكل تقسيم. هنا خلي 2 حتى الطالب يعرف عن جذر تربيعي. 8 تقسيم 2 4، راح الناتج يساوي الجذر الثامن للاثنين للأس 4، تأخذ الأس الجديد ويساوي لنا الجذر الثامن للعدد 2 للأس 4 16. هسه يمكن ترتيب الأعداد من العدد الصغير إلى العدد الكبير. نوع الترتيب ترتيب تصاعدي، أيضا أكتب هنا ترتيب تصاعدي راح ينطيني هذه الصورة. العدد الصغير به هنا هو العدد 9، فصار عندنا الجذر الثامن للعدد 9، بعدها الجذر الثامن للعدد 16 بهذا الشكل، بعدها الجذر الثامن للعدد 45. أرجع الصور الأصلية، كيف ترجع الصور؟ من خلال العدد نفس هذا العدد أصل هذا، راح يصير الجذر الرابع للعدد 3 أصل العدد الأول. أصل العدد الثاني هو الجذر التربيعي للعدد 2. العدد الأخير هو العدد نفسه، الجذر الثامن للعدد 40 45، وهكذا. هذه فكرة الموضوع. من خلال هذا الموضوع تعرفنا على ترتيب الجذور، توحيد درجات الجذور، كيفية توحيد الدرجات، إعطاء صور أخرى، نوع ترتيب تصاعدي أو ترتيب تنازلي، وما هي خواص الجذور وكيفية الاستفادة منها من خلال أمثلة بسيطة. وعرفنا هناك نوع من الجذور تسمى بالجذور الصماء، وهي الجذور التي لا يمكن إيجاد قيمتها بصورة دقيقة أو مضبوطة. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. فضلا منكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.